انتم اول مره استدعيتوا جمهوركم، زين ايش وقت تشتغل المفوضيه براحتها والدوله؟ يعني هذا السلوك يراد لكم مراجعه اليه. ثم ما يقتحمون الخضراء، الخضراء نعم جزء من العراق، بس لا تنسون لما المتظاهرين بالسابق رادوا يقتحمون الخضراء بذاك الوقت اشتغلتهم البيكيسيات والقناصة، وإعلامكم كان يبارك جسمه. وهسه متظاهريكم جاي يتظاهرون لا انضربوا قناصة ولا دخانيات ولا واحد انقتل، فيعني شوية يعني شوية مراجعة. العراقيين جمهور مؤدب محترم الأنظمة والقوانين. لا لا هاي مفارقة جميلة. صحيح. يعني اليوم جمهوركم مرتاح وجاي يطبخون زين، يعني بغض النظر ليش مرتاح؟ ما عنده بمبات ولا عنده أساليب غير شرعية، لا حرك تايرات ولا سد مدارس ولا عطل أسواق. طبعا جمهور محترم قاعد ويا العسكري ويتغدى. هسه ما اعرف هذا وقتي، اكيد حاله طبيعيه. حاول تحترم وقتي. يعني تفضل. حاول تحترم وقتي اول مره ما دامك ناطق رسمي. تفضل. ومن تحكي عن الادب، من تحكي عن الادب اتذكر بان جمهور تشرين سنه ونص واقف بالشوارع يقتل، وانتم كنتوا تصفقون اله للقتله يا مؤدبين. اتذكروا. تفضل استاذ غيث. بس ارجوك تاريخ مين مؤدبين غصبا ما عليك. لا ارجوك استاذ علي. ايش قلت؟ جمهور مؤدب، ما حكيت على تشرين استاذ علي. انا حكيت على جمهوري، انا ما حكيت على جمهور ثاني. عفوا، اثبات الشيء لا ينفي غيره استاذ عزيزي. انا ما قلت انت لا تجرني على غير مساحه عزيزي. انت ناطق طبعا. انا ناطق وتسجيل. خلينا نغادر هاي القصار. استاذ عزيزي، انت حكيت قلت جمهور ما يستخدم بمبات وما يستخدم كذا. انت سويت مقابله بينهم وبين جمهور تشرين، وانت تعرف وانا اعترف من اللي كان يسوي البمبات واللي هم ربعكم. على كل حال